اهلا بيك بمقر حزب الوفد. اهلا بيك. ممكن حضرتك توجه لنا كلمه بمناسبه عيد الجهاد؟ اولا انا النائب سعد الدير، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس الحزب لشؤون المجالس البرلمانيه، سكرتير عام لجنه الوفد محافظه الجيزه. النهارده بوجه كلمه صغيره ليكم، بس الاول انتوا شرفتونا ونورتونا، وكل اللي بيجي عندنا الوفد بنشيله على دماغنا، بنقول له انت النهارده بتحتفل معانا بعيد الجهاد اللي هو يعتبر عيد للامه كلها، مش عيد لحزب الوفد بس، لان حزب الوفد يعتبر من اعرق الاحزاب السياسيه على مستوى العالم. 100 سنه سياسه حزب الوفد، ما فيش حزب اقدم منه طبعا لحد دلوقتي. كل الاحزاب بتيجي على حزب الوفد وبعدين بتاخد فترتها وتندثر تاني، ولكن لا يزال يعني كان ولا يزال حزب الوفد هو الحزب العريق الأول على مستوى العالم والمؤسس للديمقراطية والحرية وكرامة الإنسان. حزب الوفد في عيد الجهاد النهاردة بيحتفل بقياداته العظيمة التي لا طالما على مر العصور كانت ولا تزال في ذاكرة المصريين من الخالدين الذين أرسوا مبادئ الديمقراطية على المستوى السياسي في جميع العصور. يعني هنضرب مثال مثلا زي سعد باشا زغلول، قائد زعيم، مصطفى باشا النحاس، فؤاد باشا سراج الدين على رأسهم طبعا دلوقتي، كل الرؤساء طبعا رأسوا حزب الوفد، وبعد كده وصولا للمستشار الأب بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس لجنة القيم، اللي هو يعتبر قائد لكل الوفديين دلوقتي، واللي احنا دلوقتي بنلقبه بالزعيم طبعا بما انه هو بقى رئيس حزب الوفد، والراجل اللي قدر فعلا ان هو يجمع كل المصريين وكل المعارضين والمنتمين لحزب الوفد، وكل اللي هو كان زعلان من حزب الوفد دلوقتي بقى مرضي عن الحزب، وبقى راجل بصراحه يعني الحمد لله رب العالمين، كلنا بقينا ايد واحده لصالح الدوله. الكلمه الاخيره اللي عايز اوجهها ليكم ان احنا بكل الحب والتقدير يعني بنشكركم، كل الشكر والتقدير والحب والانتماء ليكم ان انتم جيتوا النهارده، وكل الضيوف الكرام اللي هينورونا طبعا من الدكتور علاء عبد العال رئيس مجلس النواب، الساده السفراء والوزراء والمسؤولين في مصر اللي هيجونا النهارده يشرفونا، شكرا ليهم، شكرا ان انتم احيتوا ذكرى عظيمه، ذكرى وطنيه كانت دايما بتبقى في قلوب المصريين، بتحس على الوطنيه، بتحس على الألفة، على المحبة، تحس على الجهاد في سبيل الوطن. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، تشرفنا بحضرتك.